دكتور أميل، هرجع لحضرتك. جالك حد في المشوره في التفاصيل دي ضميره بس صحي وقرر، يعني قولي لنا بس حاجه ايجابيه، الله يخليك، انا خايفه. لا طبعا. انه بيدفع لاولاده اكتر من النفقه، اصل الكلام اللي بيقوله يعني استاذ عصام، لا طبعا عندي كتير على فكره. معناه انه النفقه دي مش بس الاحتياجات الضروريه. بقول لحضرتك حاجه كبيره، عندي ناس كتيره كويسه جدا، هو اكيد في ناس طبيعيه كويسه، لا في ناس اهم حاجه عنده ولاده واهم حاجه عنده ابنه، وحد قريب مني جدا واعرفه شخصيا، بيصرف على ابنه كويس جدا، بيجيب له كل اللي نفسه فيه، بيتعاملوا بمنتهى الادميه بينهم، لدرجه ان الولد بينهم مش حاسس ان هم مطلقين. ايه بقى مقومات العيله دي؟ يعني الناس تعمل ايه عشان تبقى بتتصرف بهذا القدر من التحضر؟ الزوجه بالزبط. تعمل ايه؟ الزوج يعمل من الاول إيه؟ يعني لما انفصلوا، هي دي مشكله في الانفصال، لما بيحصل انفصال ويكون في طرف مش موافق على الانفصال، دايما بيحصل كده، لما يكونوا الاثنين اتفقوا ان هم خلاص وصلوا لمرحله مش هينفع يكملوا فيها، الخروج اعتقد بيبقى خروج امن زي ما بنقول كده، لكن لما بيكون طرف مصر انه يكمل وطرف تاني ضغط عليه عشان ينفصل، بيقعد يضايقه ويقعد يعند معاه ويقعد يعمل حاجات ويكون هو لسه متمسك بيه مش عايز يسيبه. فدايما بيحاول يلجا للطرق دي، اللي يضايق عليها في الفلوس، مش عايزه يبقى معاها فلوس اكتر عشان ما تعتمدش على نفسها فتستغنى عنه، يمكن لما تتزنق قوي في الفلوس والموضوع يبقى صعب ترجع له تاني، يعني بيبقى في افكار مختلفه، يعني كل حاله بتبقى ليها قصه، لكن في رجاله كتيره جدا محترمه جدا، وفي رجاله بتقعد وتقول خلاص انت عايزه ايه؟ طب ايه اللي يكفيكي؟ قرشين لا خليهم ثلاثه، اهم حاجه الولد، التعليم بيتفقوا عليه، في ناس كتيره جدا كده، ولكن ده برضو ناتج من ان الزوجه او الست اللي اتطلقت دي عندها المؤهلات دي، انها عايزه ابنها او بنتها او ولادها يعيشوا حياه كويسه، بفكر في مصلحتهم هم الاول مثل. فمش داخله معاه في عند، مش داخله معاه في قصه ماديه، احنا يهمنا ان احنا طالما انفصلنا احنا الاثنين كويسين لكن مش مع بعض. هي دي الفكره، هو ده يحكي، فبيوصلوا لحلول سلميه.